ردت أخلص من السياسة ما عرفت. ردت. وهذا يعني تاريخنا هالشكل. نريد نخلص منها ما نقدر. من السياسة. ما نقدر. قالوا للعقرب ليش تلدغي؟ طبع. إيش تبي العقارب؟ ربيتهن وصرفهن. صرت منهم؟ لا حشا. أتمنى لا. يعني دخلت بيت العنكبوت. مجبر أن أخاك لا بطل، مو بس أنا، وأبويا قبلي وجدي قبله. أبيوت عناكب. شوف خش حاكم. الحاكم عقل طير. عقل طير. كل حاكم ايه؟ بلا استثناء عقل طير. ياكل رزقه موجود يضير حاله ينقز الحاله. عقل طير. أنت بدوي نص دليمي ببدوي. بدوي ثقافتك ايه؟ هذه هذه العاصفة كبيرة تقتلع من يقف بوجهها. أنت يبدو لي قررت هذه المرة أن تدخل في القلب العاصفة. ما هي مرتكزاتك في الصراع القادم ومع من؟ أريد بس أوضح نقطة. العاصفة فرد استكان، إحنا الحوض الكبير. الاستكان هذول بس ترى فرد. الاستكان تخوطه بإرادتك، لكن العواصف ليس بإرادة أحد. تركض تركض غصب عنها. المنطقة كلها دائرة ما يدورك ركضت. الكرة الأرضية كلها متجهة، خصوصا إحنا مناطق الوقود، إيران، العراق، الخليج، هاي مناطق الوقود للعالم، والعالم متجه على حرب، والعالم الآن محتاج كميات مهولة من الطاقة. إحنا متجهين للهدوء. الكل يقول هدؤوا أبو البازي خانة، لا يظل يلعب، لا يظلون يتعاركون. الهدوء مفروض على المنطقة، لكن يمكن إحنا الرسالة ما وصلت لسياسي العراق أو أغلب سياسي العراق. أن يهدؤوا. أن يهدؤوا. الشارع ترى ما منتظر هذا الكلام، ولا الدول منتظر هذا الكلام. احنا قاعدين نزايد على بعض، ماكو احد بيزايد علينا، مثل عقارات بغداد اللي حرقناها بيناتنا العراقيين وما عدنا شيء. يعني طالما انت تقول نحن نزايد على بعضنا البعض، هذه المزايدات ماذا تبغون منها؟ وقد زايدتم بعضكم سابقا، لماذا مصرين على ان المزايدات تبقى وأنتم من يقودها وبعدين تشتكون منها؟ مو أني أبو طويل العمر اللي ببساطة، خليني أحكي وياك ببساطة. أنا أحب لقائك أنت بالذات، لأن مثل الاعتراف عند القس، أغفر لي أبتي إني قد أخطأت. فاللي صار كنا إحنا اليوم ده نتعارك، خليني أنا قود، لأن أنا رح أوصلكم. خليني أنا قود، لأن رح أوصلكم. سؤال، الخطة وين؟ أنا أكو فلان نجح بالقيادة، بس شو اتجه بينا اتجاه غلط، وفلان فشل بالقيادة وأصلا ما تحرك. هسا احنا واقفين على شنو؟ أغنى ثلاثة شهور أو أغنى سنة راح تجيكم بتاريخ العراقيين، وين الغنى؟ من شاف الغنى؟ شلون راح نستفيد من عنده؟ أبدا ماكو حتى رؤية، ماكو أصلا مشروع. المشروع كراسي، كل رجل منهم يهتم بأربع مشاريع، أربع رجلين غير ماكو. اللي هن أربع رجلين الكرسي. الكرسي بقاء، دام الكرسي عاش الكرسي مات الشعب. دام الكرسي عاش الكرسي مات الشعب. مات الشعب.